جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول احدى جاراتنا متشاجره مع امي، وامي لا تزورها حتى في العيد، فهل عليها اثم في ذلك؟ نرجو ان تحدثونا ايضا عن الجوار وعن احكامه، جزاكم الله خيرا. الجار له حق حتى ولو كان كافرا، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، والى قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل. الجار له حق ان كان مسلما ذا رحم، فان له حقين، حق الجوار له ثلاثه حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإن كان جارا مسلما وليس من ذوي الأرحام فإن له حقين: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان جارا كافرا فله حق واحد وهو حق الجوار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره. في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار له حق عظيم، وعلى والدتك أن تتوب إلى الله وأن تزور جيرانها وأن تحسن الجوار معهم، لأن لهم حقا عليها. أما في النفوس من الحزازات والأمور الشخصية لا تسقط حقوق الجيران.